الثالث من ديسمبر من عام 1823، طلب الشيخ سليمان بن علي حاكم بيمبا ومومباسا من الكابتن فيدل الذي وصل مع اثنين من رفاقه وضع مومباسا تحت الحماية البريطانية ضد السيد سعيد بن سلطان الذي حاصره من كل جانب. ورغم تردد الكابتن فيدل حتى يأخذ الإذن من بومبي، فقد قام الشيخ خميس بن ناصر المزروعي موفد الشيخ سليمان برفع العلم البريطاني فوق قلعة مومباسا. وبعدما عاد الكابتن أوين بعد شهرين وجد الأمر الواقع، فاتفق مع المزروعي على الحماية بشرطين: الأول إلغاء الرق تماماً بين ماليندي وبنغاني، والثاني تقاسم الدخل بين المزاريع والبريطانيين. إلا أن السيد سعيد لم يهدأ له بال حتى سيطر على مومباسا بعد سنوات. الثالث من ديسمبر من عام 1997، توفي الشيخ محمد بن علي بن سعيد الشرياني، المولود في بهلة يوم 18 من يونيو من عام 1928. تعلم القرآن والفقه والنحو، ولازم الإمام الخليلي الذي جعله كاتبه وقارئه الخاص. تولى الشرياني القضاء في عدة ولايات للسلطان سعيد بن تيمور ثم للسلطان قابوس بن سعيد. من مؤلفاته مرآة الزمان في حياة قابوس وعمان، وقصائد مخطوطة ورسالة نثرية، وقصة قصيرة بعنوان عمارة والحظ، وغيرها من الأشعار. الثالث من ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.